أن نبدأ بالأخبار وبالملفات المتعلقة بالسياسة، نريد أن ننتقل في بث حي ومباشر إلى مدينة قلنسوة، وتحديدا إلى قاعة النجوم التي تشهد في هذه الأثناء حفل ارتقاء فريق أبناء قلنسوة للدرجة الثانية. ومن موقع الاحتفال ينضم إلينا في بث حي ومباشر الزميل شحادي عازم. مساء الخير شحادي. مساء الخير لك شيماء ولجميع المشاهدين والمشاهدات. اولا يعني دعنا نطلب ان تدخلنا اكثر، كيف تبدو الاجواء في حفل ابناء قلنسوة هذا المساء؟ نعم، مدينة قلنسوة بالعموم وخاصة محبي الرياضة يعيشون هذا المساء احتفالية بارتقاء فريق أبناء قلنسوة إلى الدرجة الثانية. الحفل يقام في قاعة النجوم في المدينة بمشاركة اللاعبين، بمشاركة أبناء عائلاتهم، وأيضا بمشاركة محبي الرياضة ممثلين عن بلدية قلنسوة، وأيضا المشجعين الذين رافقوا الفريق طوال الموسم الماضي. هذا أمر يعني بالنسبة لمدينة قلنسوة، هذه المدينة الهادئة في المثلث الجنوبي، يعني بالنسبة إلى هذا إنجاز كبير جدا، خاصة في ظل ما يعيشه المجتمع العربي من أحداث. الحفل سيبدأ بعد قليل، ولكن نحن سنتحدث مع مدرب الفريق، مع بديع أبو راس، هذا الشخص الذي يعني واصل الليل بالنهار من أجل هذه اللحظة. مساء الخير بديع. مساء النور لك ولجميع الحضور، أهلا وسهلا بك. أولا مبروك. الله يبارك فيك. احنا الان في بث مباشر في قناه هلا، وكل المجتمع العربي بشوفوك تقريبا، شو بتحب تقول في هذه الامسيه الاحتفاليه اللي استنيتوها كثير في قلنسوه؟ طبعا اول شيء الحمد لله رب العالمين انه وصلنا لهي النقطه ولهي اللحظه اللي فيها نحتفل واخيرا بصعود ابناء قلنسوه الى الدرجه الثانيه. طالما استنينا هاي اللحظه وطالما تشوقنا لها، عملناها السنه بافضل ما يمكن عن طريق لاعبين محليين ممتازين التزموا مع الفريق من اول يوم ومن اول دقيقه مع كل تمرين ومع كل لعبه وعملوا المستحيل، بيستاهلوا كل خير. انا احترامي لهم. طبعا انا هون برضه بنساش الاداره اللي دعموا وسهروا الليالي مع عنان قاسم ومع باقي الاداره اللي وفروا كل الاحتياجات والامكانيات علشان تنجح الشباب في هاي المشروع. النجوم الحفل هم اللاعبين، انت بتقول هم مثل العرسان الليله، كلهم بلبس رسمي حلو وموحد باللون الابيض، قديش بتعول عليهم للموسم القادم؟ واحد واحد، اول شيء هم عرسان فعلا، واحد واحد عرسان، اولهم ابو التميمي طبعا. شوف بالنسبه انا بتامل انه الكادر يظل السنه الجاي الموسم الجاي، لانه هذا الكادر بيستحق كمه في الدرجه الثانيه عن جد. انا من هاي اللحظه ومن هاي الفرصه طبعا، هاي المنصه انا بتوجه للجماهير وبقول لهم ابنوا على اولاد البلد، ابنوا على شباب اللي انتم خرجتوهم من الشبيبي ومن الفرق الصغير عندكم، بتشعر بلذه غير، بتشعر بانه فخر انك انت عملت الشغل الصح وفي الاخر قطفت الثمار اللي انت انتظرتها بعد سنين. انا هاي المره الرابعه اللي فيها بحاول نصعد على الدرجه الثانيه، ثلاث مرات ما نجحناش، فيش ملعب، فيش دعم. السنه الحمد لله رب العالمين ربنا سهل الامور وكل شيء مشى بفضل الله رب العالمين وفضل الشباب. سؤال اخير، بتعرف انه الفرق الرياضيه بتكلف ماديا، واوضاع السلطات المحليه العربيه مش في احسن حال، يعني لا تسر العدو ولا الصديق، برايك كيف ممكن المضي قدماً الان؟ يعني انت في الدرجه الثانيه والامور يعني تزداد صعوبه عليك كمدرب. احنا اول شيء بالنسبه للاداره والفريق بشكل عام، بدينا بخطه انه فيها نجند مصاري ودعم اللي نقدر انه نوقف فريق بالدرجه الثانيه، يشرف قلنسوة ويشرف شبابنا واهلنا. بالنسبه لي ان الصراحه بعد ما خلصتش بشكل نهائي ان انا بالفريق، في عده في اخرى ثلاث فرص عندي او اتصلوا فيه وطلبوا منه انه انا ادرب عندهم، بعدني بفحص بالامور، بس الاغلب بشكله انه انا راح استمر هون لانه القلب بيطلب انه اظل في وين ما مسكت راسك وين ما في الشباب اللي احنا اشتغلنا عليهم من جيل صغير. شكرا بديع ابو راس مدرب ابناء قلنسوة ومبروك. شكرا، تسلم، الله يبارك فيك. اذا هذا بعد قليل يبدا الاحتفال شيماء هنا في مدينه قلنسوة، ومبروك لقلنسوة ومبروك لمحبي كره القدم فيها في قلنسوة وفي المجتمع العربي، وشكرا لكم ونعيد اليكم البث.